يا اخي شحال وانا النادي 3 سنين وانا النادي، قلت عيب علينا باش نستورد السكر وعيب علينا باش نستورد الزيت. ما فيكم شي واحد اللي يبغي يستثمر في مصنع تاع زيت؟ انا نمونه ب 90%، نعطوه سلفيه 90% نتاع قيمه البروجي، يجيب غير 10% ويدير المشروع تاعو ويرجع الدراهم في غرضه ومعفي. ما كانش على كان يقول لك با مادام طلبها هو انا ما نديرهاش، كان يقول لك هذاك كل واحد تغنى انت خسرت. واحد يقول هاو نظن ان شاء الله من نهايه ماي يكون عندنا اول مصنع، اول مصنع من الحبوب هذه تاع لي زولياجينو، لا تريتوراسيون لا برودكسيون اولياجينو الجيريان، حتى الميدان تاع المواطن في بجايه ان شاء الله.